حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى حلقة جديدة من شارع السور. ملف التنمية الشاملة في الكويت له أولوية ومكانة استراتيجية باعتباره الركيزة الأساسية التي تعكس الثقل الكبير لدولة الكويت على الصعيدين الإقليمي والعالمي. لكن ما هي حصيلة مخططات التنمية التي أطلقتها الحكومة؟ وماذا تحقق منها حتى الآن؟ وما هي معوقات العمل التنموي الموضوعية؟ هذه الأسئلة وغيرها نحللها مع ضيفي في الحلقة اليوم مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي وضيفتي الدائمة الدكتورة ندى المطوع. لكن قبل الترحيب بكم وبهم أتوقف دائما عند التقرير الذي يشرح ماهية وتفصيل ومضمون حلقة الليلة من شارع السور. تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم والعمل على ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية الاجتماعية، إلى جانب تحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. هذه هي رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لكويت جديدة بحلول عام 2035، رؤية عنونت عريضا مستقبل الكويت في مصاف الريادة، مستقبل يضعها محط أنظار العالم على جميع الأصعدة. البداية من حاضر انطلق بخطة مجدولة ذات ركائز محددة يقوم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باعتمادها ووضعها محل التنفيذ. ففي عام 2004 صدر مرسوم أميري بشأن استحداث الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم لاحقا إقرار هيكل تنظيمي مستقل ومتكامل للأمانة العامة بموجب قرار وزاري، حيث يقوم المجلس بتحديد التوجهات الاستراتيجية التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى وفقا لمرئيات الدولة واستشراف مستقبل دولة الكويت في المؤشرات التنافسية العالمية. مهام وتحديات مستمرة، إذ يقوم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عبر أدواته برسم السياسات العامة لخطة التنمية الوطنية وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتعزيز مفاهيم الاقتصاد المعرفي في مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الاستشاري لدعم الخطط التنموية الوطنية. إنجازات تمت على أرض الواقع وأخرى على وشك الانتهاء، مشروعات قيد التنفيذ وأخرى بانتظار البدء فيها، بين خطط سنوية وخمسية ورؤية شاملة تستمر مسيرة التنمية. حياكم الله معنا من جديد أينما كنتم، أرحب بضيوفي من جديد الدكتور خالد مهدي والدكتور ندى المطوع. أبدأ معك دكتور، مساك الله بالخير. ببداية سنة جديدة دكتور، كان الأهمية بمكان نطرح موضوع الخطة التنموية للدولة، سنة ميلادية جديدة، نسأل ما الذي تحقق منذ عام وعندكم خطة خمسية وأيضا عندكم أداء حكومي وربع خطة سنوية وتقويم وتقييم أيضا للخطة، ما الذي تحقق دكتور؟ في البداية مساكم الله بالخير ونمسي على السادة المشاهدين واشكركم على الاستضافة الثالثة في شارع السور، وهذا أمر احنا اعتدنا عليه بوزارة الإعلام بأن نبرز ونسلط الضوء على المشاريع التنموية، الخطط التنموية الموجودة في الدولة. عام 2018 كان عام حافل في العديد من المشاريع، وأيضا عام حافل بالتحديات، وأيضا عام 2019 ستستمر هذه بعض المشاريع في تشغيلها، وهذا أمر الآن نعتقد هو ما بيقول التحدي الأكبر للدولة فيما يتعلق في آليات وكيفية تشغيل هذه المشاريع. في البداية عام 2018 كان هناك مجموعة من المشاريع اللي كان هو متوقع أن يتم تسليمها في نهاية عام 2018، لكن لبعض التحديات الفنية والإدارية أيضا ما نقول تأخر بقدر ما أنه
تأجل وتم إعادة النظر في جداولها الزمنية، اللي بعضها ينتهي في الربع الأول ب 2019 وبعضها ينتهي في الربع الثالث أو الرابع في 2019. طبعا هنا أنا قاعد أتكلم على السنة الميلادية وليست السنة المالية. أكثر المشاريع اللي تسلمت في 2018 بروزة هو افتتاح اللي حدث لمستشفى جابر، أيضا المطار التي فور اللي هو الترمينال الرابع لمؤسسة الكويت للخطوط الجوية، وأيضا المستشفى الجهرة، بعض المشاريع الإنشائية. لكن والله صراحة اليوم أنا ودي أسلط الضوء، لأن إحنا دائما قاعدين نتكلم على المشاريع الإنشائية، ودي نسلط الضوء أيضا على المشاريع التطويرية اللي هي تعتبر بالنسبة لخطة التنمية تعتبر الأساس. طبعا دكتور لديكم مشاريع تطويرية ومشاريع استراتيجية، شيء طبيعي. بس إحنا نتكلم دكتور على خطة تنموية أقرت من 2010. أنا أعلم أنها متى وضع، لأن أقرت ب 2010، متى وضع أول حجر أساس للمشاريع حتى يكون المشاهد أن إحنا ما نقول كون فيكون، لذلك إحنا نمر في مجموعة من التحديات والعراقيب. شيء طبيعي. يعني 2010 متى بدأتم ومتى الآن نسبة الإنجاز؟ يعني الملف من 2010 عندما انطلقت رؤية سيدي صاحب السمو قبل 2010، ولكن 2010 كان بالنسبة لنا اللي صدرت بقانون، والخطة الإنمائية من 10-15 اللي هي الخمس سنوات الأولى هي تعتبر مملوءة كثيرا بالتحديات والمعوقات، وعدد المشاريع اللي حقيقة بدأ فعليا ومثل ما أقول دق الشبل أو نبدأت ما شفناها إلا في أواخر 2000، أواخر الخطة الإنمائية الأولى وبدايات الخطة الإنمائية الثانية. فالخطة الإنمائية الثانية شهدت فورة من المشاريع، وبالأخص على المستوى الإنشائي، وكثير من العقود تم توقيعها، وبالأخص مشاريع القطاع النفطي ومشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلقة في النقل الجوي والمشاريع الموجودة في القطاع الصحي. لو نلاحظ أن الخطة الإنمائية الثانية بدأت في طموحات كبيرة، وبالفعل تحقق لا بأس جزء كبير منها، أن بعض المشاريع اللي كانت متأخرة مؤجلة معطلة لتحديات معينة ومعوقات أو انتظار مجموعة من القوانين شفناها أكثر في الخطة الإنمائية الثانية، وبدأت ترى بالعين، يعني قام حتى أن المواطن بدأ يلاحظها فيها ويستشعر فيها. وهذا أمر جدا يعني طيب، بأن ما كنا نصب إليه وصبرنا عليه في طوال الخطة الإنمائية الأولى وما قبلها من بعض الوعود التي ظهرت في آنذاك بدأت ترى النور في الخطة الإنمائية الثانية. في الخطة الإنمائية الثانية كان أكثر التحديات اللي احنا رصدناها متعلقة في التحديات الرقابية، التحديات الفنية، وأغلبها تحديات إدارية. لما ندخل احنا على الخطة الإنمائية الثالثة اللي احنا في صدد العمل وإنجازها قبل 10-2019 واللي ستصدر بقانون أيضا، راح تكون هناك تحديات من نوع آخر اللي احنا نسميها التحديات التشغيلية، تحديات إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل تنفيذ خطة التنمية. يجب أن توضع سياسات أكثر لجعل الحكومة أصغر وأكثر رشاقة، التوجه بخطى أولية وأساسية تتناغم أيضا تتناغم مع المرتكزات السبعة التي تم وضعها مع المؤشرات الدولية. يعني إحنا صراحة الخطة الإنمائية الثانية شهدت نوع من نقدر نقول النقلة النوعية في استيعاب المؤشرات التنافسية. يعني لاحظ أن لجنة تعزيز التنافسية والمؤشرات العالمية بدأت في الخطة الإنمائية الثانية، أيضا التوجه إلى الاهتمام أكثر في المؤشرات التنافسية فيما يتعلق في تحسين بيئة الأعمال بدأ في الخطة الإنمائية الثانية. وهذه تعتبر بالنسبة لدولة الكويت إنجازات، أن حكومة دولة الكويت تنظر الآن إلى مؤشرات التنافسية كمعايير أساسية
وأدرجت في الخطة في خطة التنمية السنوية بصورة أوضح. جميل. وصار عندنا الحين أن اختيارنا المشاريع يعتمد اعتماد رئيسي على سد الفجوات اللي إحنا نعاني منها من المؤشرات. جميل. فشهدت 2018 مجموعة من الشغلات الحلوة. واحدة أنا ما أقاطعك دكتور بس أنا عشان المشاهد يكون معنا في الصورة. تكلم معاك بعد سؤال للدكتورة عن أهم المشاريع التنموية. أنت تقول في مشاريع تطويرية وتقول أن أيضا في مشاريع استراتيجية. والتحدي الأكبر اللي تقول عليه أنت في أيضا الخطة راح تقرن بقانون هي القدرة التشغيلية للدولة. لكن أنا أستوقفك دكتورة تسمح لي وأتحول للدكتورة ندى. دكتورة مساء الخير، حياك الله معانا من جديد. في أي خطة تنموية دكتورة وأنت أدرى مني في هالمجال تحت الإدارة موقع متميز. ما في شك المجلس على التخطيط اللي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء وأمانته عند الدكتور خالد يحوي عقول كويتية ذات خبرة بلا شك. احنا نتكلم الآن على المؤسسات والوزارات، هل المؤسسات والوزارات الحكومية قادرة على الانسجام مع هذه الرؤية دكتورة في مسألة الإدارة تحديدا؟ مساء النور وأرحب فيك بضيفنا العزيز، ودائما احنا حوارنا التنموي متميز سواء في شارع السور أو مع الدكتور خالد بأكثر من مجال. وهذا العام طبعا كل عام وانتم بخير، هذا العام بالذات يشهد حراك تنموي على المستوى الخليجي. فأرجع حق سؤالك بالنسبة لي، هل الآن الإدارات الحكومية مؤهلة أو تستوعب دكتورة استيعاب تأهيل تغيير، هل لهذا الخطاب تغيير بالهيكل الحكومي، تغيير بالبيئة الوظيفية، تغيير بنوع الوظائف، هل هناك قراءة على الأقل إحنا كمراقبين نتابعها؟ أنا ما أعتقد للقدر المطلوب. أنا أعتقد هناك العديد من الاستراتيجيات الحكومة بحاجة أن تتبناها الآن لكي تستطيع، وأنا يمكن أستعير من دكتور خالد كلمة الرشاقة، إنها تكون أكثر رشاقة حتى تستطيع أن تواكب هذه العملية. أنا ما أتكلم عن الاستغناء عن موظفين أبدا، ولكن أتكلم عن تغيير التخصصات والتركيز على اللي الدولة تحتاجه حتى تستطيع أن تنهض. أنا يمكن ما أتحمس لتعظيم دور القطاع الخاص، لأني أسمع من القطاع الخاص والمسؤولين أنهم حتى الآن ما عندهم الضمان، لا يستطيعون قراءة البعض طبعا اللي أتكلم عنه. بس غريبة كلام دكتور، لأن هو الخارجي القطاع الخاص هو اللي يقود خطة التنمية وشريك أساسي. شريك أساسي، ولكن أتمنى يعني أن الصورة تكون أوضح بالنسبة لهم. القيادة عند منو؟ أنت اليوم عندك الدولة أقرت هذه الخطة، عطونا روح قيادية. أنا اليوم المواطن شلون يشعر أنه جزء من هذه الخطة إن لم يكن هناك استراتيجيات على مقاس المواطن؟ يعني مثل لما تقولي اليوم مستشفى الجهرة إنجاز عظيم، وين الإعلام عنه غير يوم الافتتاح؟ شلون يشعرني الإعلام بالرسائل الإعلامية أن أنا جزء من هذا التغيير وبشكل مستمر؟ ليش ما قريت عبر التلفزيون أو المستشفى أو الرسائل الإعلامية التطورات الآن بتوظيف أبنائنا في مستشفى الجهرة، بفتح تخصصات جديدة، بالعمل حتى الوصول إلى الأهداف أو الأعمدة السبعة؟ فأنا أعتقد بأن اليوم إحنا بحاجة إلى تقليل هذا الوزن من الوظائف الحكومية، تقليل من التضخم، ولكن لا ننسى أن الحكومة عندها القيادة. أنا شفت التقرير يسند القيادة إلى القطاع الخاص، بس أتكلم من منظور إداري، هذه مسؤولية تتحملها الدولة. جميل الدكتور، يعني أشعر من كلام الدكتورة بأن المواطن لا يستشعر ب جملة الإنجازات والمنجزات التنموية. هذا كلام دكتورة؟ كلامي صحيح. هل هالكلام تتفق مع دكتور بالمناسبة ولا؟ الدكتورة فتحت أكثر من باب. يعني أهم باب. إحنا نشوف أكثر من باب يتم تم معالجته. لنفرض أن نأخذهم إحنا واحد واحد. بس ودي أرجع أنا في أول كلمة قيلت. الخطة الإنمائية الأولى والثانية ما زالت مشاركة القطاع الخاص من ضمن الخطط الإنمائية والخطط السنوية ضعيفة. ما زال الإنفاق والتمويل الحكومي هو المسيطر على المشاريع الاستراتيجية والمشاريع سواء الإنشائية أو التطويرية في الدولة. وهذا الأمر ليس أمرا محبذا في الاستمرار فيه.
باعتبار أن التمويل الحكومي في أصلا في رؤية صاحب السمو سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في قيادة القطاع الخاص للتنمية يستلزم تفعيل أمر مهم بأن الاقتصاد هو شراكة ما بين القطاعين الخاص والعام. إلى الآن ما زال التمويل الحكومي هو الطاغي على المشاريع الإنمائية في الدولة. هناك عدة أسباب لهذا الموضوع، وأيضا هناك عدة طرق من أجل تجاوز هذه الصعوبات. في البداية، وهذه قاعدة عامة، شو الأسباب دكتور؟ السبب بسيط، في سبب بسيط وفي سبب متشعب، بس أنا خليها أخذها ببساطة. انتقال الدولة من الفكر الريعي إلى الفكر الإنتاجي هو ليس أمرا سهلا. احنا يصطلح على الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد ريعي، بمعنى أنه يعتمد اعتماد رئيسي على ما قدمه الدولة من موارد. هذا أمر خطير جدا. خطير وين؟ في الاستدامة والديمومة، وهذا الأمر اللي تصبو إليه الرؤية بأن يكون لدينا استدامة للرفاه الموجود في داخل دولة الكويت. واستدامة الرفاه لا يمكن أن تتحقق بالريعية، فهذا أمر إحنا يعني لا مناص من أن إحنا نحط إيدنا عليه. الآن خطة التنمية هي في الأساس تضع توجهات استراتيجية في الانتقال من الريعية شيئا فشيء إلى مفهوم ما يسمى بالإنتاجية والقيادة للقطاع الخاص وتقليل الدور الحكومي. الوقت الحالي الدور الحكومي أو أي دولة في العالم دور الحكومة فيها يكون في عدة أمور. رقم واحد يكون أولا في الريجوليشن، في عمليات التنظيم. رقم اثنين في setting policy، في وضع السياسات العامة. رقم ثلاثة في المونيترينج، في المراقبة. رقم أربعة تشغيل بعض الأنشطة الاقتصادية، مو 90% من الأنشطة الاقتصادية. السمة الريعية لأي دولة أنت هي اللي تكون حاكمة وايد في الأنشطة الاقتصادية، ولهذا يطلق الاسم الريعي عليها. الآن في دولة الكويت تقريبا الدولة تدير بصورة مباشرة وغير مباشرة 90% من الأنشطة الاقتصادية. دور القطاع الخاص فقط محكوم ببساطة في أمر المقاولات للدولة. هذا ليس هو تفعيل دور القطاع الخاص. تفعيل دور القطاع الخاص هو دخوله كمستثمر وشريك ومشغل ومشغل للاقتصاد. دكتور اسمح لي انا قبل، لكن خلي قبل اطلع بهذه لان هذه وايد مهمه. لكن لا يمكن في اي دوله في دول العالم اطلاق يد القطاع الخاص في التشغيل. يجب ان يكون لديك مجموعه من المتطلبات التنظيميه. ناخذ مثال على سبيل المثال، عندما نتكلم عن القطاع المالي في الدولة، القطاع المالي علشان أنت تقلل دور التشغيلي للدولة فيه، دور التشغيلي للدولة فيه يجب أن تكون لديك هيئة مثل هيئة أسواق المال تحكم تنظم القطاع المالي. طيب. الآن بورصة الكويت بعد ما وصلنا إلى مرحلة من التنظيمية جدا عالية في هيئة أسواق المال، وصلنا إلى مرحلة أن هيئة أسواق المال تؤهل دخول القطاع الخاص، وهذا ما يسمى بتخصيص بورصة الكويت. الآن هناك قطاعات أخرى ما زالت الدولة تقوم في تشغيلها اقتصاديا، فش اللي تحتاج؟ تحتاج أيضا إلى هيئات تنظيمية وهيئات مراقبة ومتابعة قبل أن تطلق يد القطاع الخاص في عمليات تخصيصها. أكثر من الموجود دكتور، عفوا قبل أن أنتقل لدكتورة ندى، يعني احنا عندنا قانون التخصيص. واحد، الدولة والحكومة ما قصرت مشروعات صغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. الشراكة ما بين القطاع الخاص، نعم، والعام، تشجيع هيئة الاستثمار الأجنبي، وأنت أدرى مني بمجموعة المتطلبات الحكومية. الدكتورة أيضا يعني وجهة نظرها سليمة فيما يتعلق أيضا في دور القطاع الخاص الذي لا يتناسب مع مضمون الخطة. يعني في بداية الخطة ورؤية سمو الأمير بأن الكويت ستنتقل إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، من يقود هذا المركز؟ هو القطاع الخاص طبقا لرؤية الكويت 2035 ورؤيتكم أيضا الثانية 2030، يعني لدينا خطة ونفرق ما بينهم فيما بعد. طيب احنا وين الإشكالية إذا احنا متطلبات الخطة موجودة؟ هناك يعني على سبيل المثال منذ إصدار مجموعة من القوانين في الخطة الإنمائية الأولى، هذه القوانين هي قوانين في بدايتها عندما جربت على أرض الواقع واجهت أيضا تعديلات تشريعية. احنا دولة مؤسسات، والتشريع اللي يطلع إذا أصبح أن هذا التشريع غير، ما أقول مجزي، ولكن
لم نستطيع أن نحصل ثماره وأدائه بالطريقة المرضية، أنت تريد أن تعدله، وهذه قانون شراكة تم تعديله، قانون التخصيص الآن يتم تعديله، أيضا عندما نتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديله تونا خاصين منه ب 2018. إذن هذه اللي نسميها الممكنات للاقتصاد الوطني، الممكنات للاقتصاد الوطني من أجل ضمن الشراكة للقطاع الخاص مرت في مراحل تعديل أيضا في آليات التنظيم والقوانين، وهذا أمر طبيعي. والطبيعي ليش؟ لأن الخطط التنموية هي خطط عضوية، يعني تتطور وفقا لعوامل متعددة. الحين احنا لما نبي ندخل على سبيل المثال في ما يسمى في الديجيتال جوفرمنت او اللي هو الحكومة الرقمية، احنا نطلع الحين من الحكومة الذكية للحكومة الرقمية الى الاقتصاد الرقمي. انا ما اقدر اقول لك والله خلينا نطلق يد القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي من غير ما يكون عندي انا آليات تنظيم. اقتصاد المعرفة تتنادون فيه، الاقتصاد المبني على المعرفة. هذا الاقتصاد يحتاج الى مجموعة من التنظيمات. ناخذ مثال، اعطيك مثال على السريع. دولة الكويت يوجد جزء كبير من قوانينها لا يجوز أن تحفظ المعلومات للدولة خارج حدودها. الآن في الاقتصاد الرقمي أحد ركائزه العمل في الكلاود، ومعظم السواحب الإلكترونية أو الكلاود هذه لا تتواجد في حدود الدولة. إذن أنا أحتاج إلى تغيير تشريعي في هذا الموضوع، أو أن هناك تغيير لقرارات معينة إدارية أو وزارية. إذن هذه المنظومات اللي إحنا نتوجه لها في أحيانا تحتاج إلى نوع من التعديلات قبل إطلاق اليد، لأن لا تنسى أن إذا أنت تطلق يد القطاع الخاص في كثير من الأمور التشغيلية وغيرها وتخلي السوق ينظم نفسه بنفسه، في هناك مخاطر له من غير وجود تنظيم. الآن خطة الإنمائية الثالثة تركز تركيز كبير على أن الدولة قامت بإعداد ما يسمى بالبنية التحتية للدولة. هناك متطلبات في البنية التحتية القطاع الخاص ما راح يقدر يسويها، الدولة هي اللي ستكون مسؤولة عن هذه البنى التحتية. على يعني مثلاً إذا أنا أحتاج بنية تحتية في ما يتعلق في الديجيتال جوفرمنت، من اللي راح يمد لك الفايبر أوبتكس في الدولة كلها؟ هذا أمر راح يكون بيد الدولة، لأن هذا يعتبر جزء من المشاريع الأساسية اللي الدول عادة هي تقوم فيها. في مراحل متقدمة في عمليات تشغيل هذا الموضوع لا، مو الدولة، من لازم يكون قطاع خاص. القطاع الخاص. إذن هذه العملية في أشياء على الدولة تسويها. يعني أنا أخذ مثال، الدولة تدفع دكتور عفوا بس يعني ما أنت تصلح لي، الدولة لا. تدفع لكن ما مو اللي هي تسويها، اللي تسويها قطاع خاص. لا أتكلم عن هني عن إنه شراكة الخاص. شراكة الخاص. شراكة الخاص. وليست إنه يشتغل لك مقاول ويدفع لك. لا أنا أتكلم على شراكة استثمارية. أكو في إحنا اللي نصبوا له. ترى ما بقاطعك ويعني أنت تدري أنا ترى ما أحب. أنا أعتذر دكتور. إيه؟ لا بس المواضيع اللي تتبعونها ثقيلة. لا بس أنا ما أبي أتوه المشاهد أيضا عن مجموعة من المنجزات فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، بس أنا ودي أحاول نكون مبسط كذا ما نقدر. أي والله دكتور. يعني دكتور انا يعني ودي اختار قطاع معين اذا ما عندك مانع. اي نعم. وابسط يعني الموضوع. الموضوع هل احنا محتاجين لهذه الخطه كمواطنين؟ نعم وبشده. لا يمكن ان المواطن يقبل ان يكون عايش حياته اليوميه بدون تخطيط. رقم اثنين، اخذ قطاع واحد هو قطاع النقل. اليوم أنا كمواطن أول شكوى عندي الصبح زحمة المرور. بالضبط. الزحمة. شلون أنا أقدر في هذه الخطة أشعر أني أنا جزء منها؟ أنا ما يكفيني لما تقول لي أنجزنا جسر مو في خط سيرك اليومي، أو حتى لو الإنسان ما أدري ليش ما يمدح يبحث عن الأخطاء. أنا يكفيني لما في هذه الخطة استراتيجية تخاطبني كمواطن، ساعة واقف بالزحمة المواطن، الزحمة شنو تأثيرها السيء عليك؟ إن أنت إنتاجيتك تقل لما توصل متأخر، الخصومات اللي أنت تتحملها نفسيا أثرها سيء جدا لا نستهين فيها. لذلك أنا محتاجين إلى استراتيجية حتى تجذبني كمواطن وأشعر أني جزء من هذه الخطة، بأن هناك توجه قريب جدا للنقل الجماعي، النقل الذكي. عطني أي حل اليوم، لا تقول لي بنفذه 2035، اليوم تسعى فيه. فأنت تكون
فأنت أنا طبعا ما أتكلم عن المؤسسات المنفذة، أتكلم عن خطاب يوصلني أنا كمواطن، إن إحنا اليوم نعمل على النقل الذكي لتنفيذ الخطة 2035. شنو النقل الذكي؟ يعني مو كل مواطن سيارة وكل إنسان يروح مكانه بالسيارة، في النقل عن طريق الترامواي أو غيرها من وسائل النقل اللي ما تحتاج حتى إلى سائق ديجيتال من مدينة إلى أخرى. فأنا هذه الحلول الآن اللي هي تقنية وتشيل المواطن من العبء اللي يتحمله اليومي، أنا أعتقد رح يؤمن. بس موجود دكتورة عفوا وبشكل مباشر موجود في خطة الدولة الآن باليوم، وأنا الطرق والمترو ممكن يصلحنا أيضا الدكتور. بس الحل الذكي، الحل الذكي يعني أنا كمواطن أنا ما أبحث عن بنى تحتية، أنا أبحث عن شيء ينقذني من الزحمة اليوم ويعطيني البديل. فهذا البديل يكون وسائل النقل الجماعي الذكي، هذا رقم واحد. رقم اثنين إعادة تخطيط وتنظيم. فلذلك أنا أعتقد بأن الخطة وايد مهمة، لكن إحنا محتاجين إلى استراتيجيات حتى لو كانت إمرجنت، حتى لو كانت يعني مؤقتة، ولكن لجذب المواطن لكي يشعر أنه هو محتاج إلى هذا النوع من التخطيط. دكتور أعتقد أنا بس قبل أطلع إلى التقرير، إحنا أيضا الآن في المخطط الهيكلي الثالث للدولة والرابع، يصلح للدكتور الرابع، ممكن نسمع إجابة الدكتور، لأن لا يمكن إتمام خطة التنمية والدنيا أيضا تسير بزحمة في الكويت لا يتناسب مع وضع خطة الكويت التنموية. لكن أنتقل أيضا للمشاهدين، هناك أيضا توقعات بالانتهاء من إعداد الخطة الإنمائية الخمسية الثالثة للكويت اللي قال عليها الدكتور خالد مهدي 2025 في أكتوبر 2019 تمهيدا لإصدارها بقانون من مجلس الأمة. لكن ما الذي تحقق إلى الآن وتحديدا خلال عام 2018 المنصرم من الخطة السابقة؟ دعونا معاكم نتابع هذا التقرير وعود لضيفنا الدكتور خالد مهدي مع الدكتور رنا المطوع. نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية للعام 2018-2019 الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في نوفمبر 2018 يوضح النسب والإحصاءات، ويظهر خلاله أن إجمالي المشاريع المدرجة في هذه الخطة بلغت 137 مشروعاً مستمراً من خطط سابقة، منها 19 مشروعاً جديداً وفقاً لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة. المشاريع ونسب الإنفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية أظهرت انخفاضاً في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين، في حين ارتفعت نسب الإنفاق على المشاريع فيها، حيث انخفض عدد المشاريع من 279 مشروعاً في خطة عام 2016-2017 إلى 149 مشروعاً في الخطة التي تلتها، ثم إلى 137 مشروعاً في خطة العام الحالي. إجمالي الاعتمادات المالية بلغ 3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في الخطة الحالية 1.8 مليار دينار. المشاريع في المرحلة التنفيذية 79 مشروعاً، في حين بلغ عدد المشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعاً، بالإضافة إلى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغت 16 مشروعاً. أما عن التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع ضمن الخطة فقد تنوعت، حيث واجهت هذه الخطة 538 تحدياً، بينها 182 تحدياً إدارياً و103 تحدياً مالياً و159 تحدياً فنياً و78 تحدياً لدى جهات رقابية و16 تحدياً لأسباب تشريعية. وخلال سير عمل وتنفيذ الخطة تم حل 354 تحدياً بنسبة 66% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات. عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعاً موزعة على ركائز الخطة، حيث توجد 6 مشاريع في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى 4 مشاريع في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة، ومشروع واحد في ركيزة رأس مال بشري إبداعي. ونستعرض هنا نسب الإنجاز في المشروعات الاستراتيجية حتى أغسطس 2018، حيث سجل مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة نسبة إنجاز بلغت 90.9%،
ومشروع جسر جابر 86.2% والوقود البيئي 85.8%، مصفات الزور 55% ومستشفى الصباح الجديد 53.1%، المباني الجديدة في مستشفى الفروانية 44.5%، مدينة صباح السالم الجامعية 42.8%، المبنى الجديد في مستشفى العدان 34.8%، وتوسعة مطار الكويت مبنى الركاب 26.1%، مشروع مدينة المطلع 27.5%، مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي 22.7%. حياكم الله معنا من جديد. دعودي لضيفي الدكتور خالد. دكتور، هناك خطط خمسية شفناها أيضا، نسبة الإنجاز فيها ونسبة الإنجاز وأيضا التقدم فيها، وين وصلنا فيه؟ لأن احنا مركزنا في بداية الحلقة تكلمنا على عراقيل وعلى المفهوم وعلى التقييم والتقويم، لا اليوم بس احنا عشان نمر على المشاريع. الحين أنا قاعد يعني في أكثر من موضوع تبطل الباب قدامنا، واحد منهم متعلق في الطرق وهذا له علاقة بالمخطط الهيكلي للدولة الرابع اللي قلت عليه، المخطط الرابع للدولة، وهي موضوع اللي نسميه احنا ماس ترانسبورتيشن اللي هو يسمى اعتباطا النقل الذكي، هو النقل الجماعي وهذا طرح معتمد. النقل الذكي هو النقل المتعلق في شبكة تحكم في الطرق، وهذا احد مشاريع خطة التنمية واللي احنا نسميه المنظومة الرادارية للطرق في دولة الكويت. هذا موضوع، موضوع المتعلق في استراتيجية المرور هذا موضوع آخر. بالنسبة حق التقرير اللي تم عرضه، هذا التقرير هو تقرير الخطة السنوية 18-19. احنا كل خطة خمسية فيها خمس خطط سنوية. ما قدم الآن هو تقرير يتعلق في خطة رقم 4 17 اللي هي 18-19. اي، واي ربع واصلين الربع الثاني، الربع الثالث راح يصدر تقريره باذن الله بنص واحد تقريبا، يعني على الاسبوع القادم، نهايه الاسبوع القادم يكون عندنا التقرير الربع الثالث للخطه السنويه 18-19. فالمشاريع اللي بينت هي مشاريع اللي موجوده في مرحله التحضيريه، في شيء في مرحله التنفيذيه، وايضا في شيء في مرحله التسليم، ومراحل بعض المشاريع التي لم تبدأ، وهذا أمر تم مناقشته في عدة مرات حتى في المؤتمرات الصحفية اللي احنا نعملها. فالتقرير يبين فقط هذه الفترة اللي هي من 1/4/2018 إلى تقريبا نقول الربع الثاني، وبعدين احنا خالص الربع الثالث 31/12 السنة المالية. فهذا هو الكلام عليه. فهو لم يكن يعني عرض للخطة الإنمائية، بل هو عرض للخطة السنوية. أيوة، الخطة السنوية الآن عدد المشاريع اللي دخلت مراحل تنفيذها مثل ما تم ذكره، هي عبارة عن المشاريع اللي أغلبها يسود عليه الطابع الإنشائي وطابع البنية التحتية. فهذا الموضوع اللي متعلق في التقرير. دكتور، كم صرفتوا بالأساس ناقل؟ هي تقريبا اعتمادات المالية حق 3 مليار حق السنة هذه. 3 مليار حق المبلغ كامل كم دكتور؟ أعتقد ما يحضرني بذهني، لكن على اعتمادات السنوية كلها من 2010 إلى الآن احنا نتكلم على ما يقارب 26 تقريبا. أنا قابلت في فترة من الفترات الدكتور فاضل صفر وعطاني رقم صحيح، كان البعض يعتقد بأنه 37 مليار، لكن هو قال 31 مليار. أنا على ما أعتقد الخطة كاملة. دكتور قبل الله لا بس عفوا انا هنا بدي اصلح شغله. إيه؟ مره ثانيه، التخطيط التنموي تخطيط عضوي، ايام معالي الدكتور فاضل صفر كان يتكلم عن عدد من المشاريع، هذا العدد الان قليل جدا، لان احنا دخلنا المشاريع الموجوده في فلتره ووضعنا خمس معايير رئيسية من أجل التركيز وفلترة المشاريع، بأن هذا يسمى مشروع تنموي وهذا يسمى مشروعا تشغيليا، فصار التركيز أكثر على المشاريع التنموية وفق لمعايير معينة. فإحنا استلمنا الملف في 2010 كانت عدد المشاريع 1400، والآن المشاريع اللي قاعد أتكلم عنها أنا فقط 135 في بعض الخطط السنوية أو 140 في بعض الخطط السنوية، يعني أنا أتكلم على حزمة مشاريع وايد
محددة. فالموضوع مختلف شوي. يعني. لكن عطني رقم دكتور. فالرقم احنا بناء على الاعتمادات المالية لهذه اعتقد يعني انا ما يحضرني الرقم بالتحديد لكن احنا نتكلم على ما صرف تقريبا ب 26 مليار دينار كويتي وفقا للمشاريع المدرجة عندي وبالاخص الاستراتيجية وغيرها. الان عودة إلى موضوع النقل لأن الموضوع طرح بتحت مفهوم النقل الذكي. المخطط الهيكلي الرابع هو إصلاح للانحرافات المعيارية اللي كانت موجودة في المخططات الهيكلية السابقة ومقارنتها بالخطة التنموية. كان هناك وفقا للتقرير المشترك للبلدية وبعضوية الأمانة العامة 66% انحراف معياري، بمعنى أن المشاريع الموجودة في الخطة الإنمائية واللي بالفعلية موجودة مقارنة مع الموجودة في المخطط الهيكلي الثالث 66% انحرافا عنها، وهذا خطر. بالتالي تم إقرار مشروع المخطط الهيكلي الرابع وهو موجود من ضمن ركيزة إدارة الحكومية الفاعلة بأن يتم وضع مخطط رابع متوافق استراتيجيا مع الخطة الإنمائية ورؤية سيدي صاحب السمو. الآن المخطط الهيكلي الرابع تم الانتهاء من المسودة الأولى والآن يتم مراجعته من قبل جميع الجهات. الفكر العام فيه مبني على ما يسمى بالمدن الثلاثية، ثلاث مدن يغطيها كوريدور ترانسبورت. هذا هني ندخل احنا فيما يسمى بالنقل الذكي او النقل الجماعي، يشمل هذه الثلاث مدن، مدينه في الجنوب المتروبوليتن مدينه الكويت ومدينه الحرير، ويكون ما بينهم ما يسمى بالنقل الجماعي او الكوريدور الاقتصادي اللي هو ايضا كوريدور نقل. هذا شو اللي راح يسوي؟ راح يعمل عمليه توزيع للانشطه الاقتصاديه في الدوله، ايضا يمكن الدوله من الديسنتراليزيشن لان الدوله الان وفق المخطط الهيكلي الثالث تسمى سيتي ستيت. سيتي ستيت يعني شنو؟ يعني الدوله ذات مدينه كبيره او مدينه واحده. والتوسع صاير على اي اساس؟ التوسع الحضري، بمعنى انك تسوي ضواحي. لكن الفكر في الهيكلي الرابع وفي الخطة الإنمائية مبني على بناء مدن، والمدن مفهوم المدن يختلف تماما عن مفهوم الضواحي. فإحنا قاعدين ندخل في مفاهيم جديدة في المخطط الهيكلي الرابع، وبناء عليه إحنا نقول نسميها اللاير أو الطبقة المتعلقة في النقل. فشكل النقل سيكون مختلف، وهذه هي المنظومة النقل اللي راح يتم يعني راح يصير استشعار للحس فيها. وأدخل مرة ثانية على موضوع النقل، وفق الاستراتيجية المرور وللدراسات المرورية وللمنظومة الرادارية هناك جدا عوامل لما يتعلق في مفهوم الزحمة. واحدة منها متعلقة اللي ذكرها الدكتور مرتبطة في التركيبة السكانية والعمالة الهامشية وغيرها، وهذا يتم إصلاحه عن طريق اللجنة العليا للتركيبة السكانية. من الأمر الآخر المتعلق في النقل الجماعي، وأيضا شيء متعلق فيما يسمى في احترام قوانين المرور والثقافة العامة. يعني هي ما هي عامل واحد، مجموعة عوامل. هو بعد دكتورة ما أريد أركز بس أنا إذا سمحت لي أنا لأن فتح الباب على الموضوع لأن هي دكتورة لوجهة نظرها أيضا تقول أن لا يمكن أن نسير في خطة التنمية وأنا واقف بالشارع ربع ساعة نص ساعة وأنا ذاهب إلى العمل، هذه يؤثر أيضا على الإنتاجية وعلى التنمية اللي الكويت قاعد تنشدها. دكتورة يعني الدكتور ما شاء الله يثير مجموعة من النقاط ويخليني أيضا يخرني في أسئلتي عشان ما أنسى. دكتورة في هناك مؤشرات دخلت أيضا في علم الإدارة وأيضا محددات مهمة في عمل الهيئات والوزارات داخلية للدول وتقييم الدول. الكويت ذات طبيعة خاصة وكل الدول الخليج الآن تسير بخطط تنموية وكلها لها تحدياتها، الكويت لها تحدي، لكن عندنا مؤشرات الآن مؤشرات لا يمكن إغفالها لها علاقة بخطة التنمية التنافسية، جودة التعليم، ما طرحوه الأخوان في الأمانة العامة للمجلس على التخطيط والتنمية هو الاقتصاد المعرفي. أنا يعني الآن مستوى التعليم في الكويت دكتورة احنا مو راضين عليه أيضا كمجتمع كإعلام كوزارة كدولة. تعزيز النزاهة اللي تكلم عليه سمو رئيس مجلس الوزراء شجاب المبارك أيضا انتقد مجموعة من الإجراءات في الوزارات وكان هناك مكاشفة ومصارحة. سؤالي بالتحديد دكتورة المرتكزات والمعايير والمدركات الجديدة احنا كيف كخطة تنمية
نبي نتحدى جودة التعليم، الاقتصاد المعرفي، الشفافية والمتغيرات. هل احنا مؤهلين لما نتكلم على مليارات الدنانير في خطة الآن؟ صحيح، هذا التحدي دكتور. مو بس مؤهلين، احنا احنا نملك تكلفة التغيير، احنا افضل من غيرنا، لذلك لازم نحاسب انفسنا لو لم نصل الى الهدف. في دول لا تمتلك انها تنفذ خططها، احنا عندنا نستطيع ان نبذل كل ما في وسعنا بان نحافظ على هذه الموارد ونصل الى المخرجات الصحيحه. فانا دائما استعير النموذج الاسترالي، وانا اعلم الان في وفود استراليه موجوده في الكويت، لان دوله قائمه على القطاع العام وصلت الى شراكه بشكل لافت للنظر مع القطاع الخاص، واكثر من ذلك جامعاتهم الحكوميه لها فروع بالخارج. صحيح، جامعاتهم الحكوميه، يمكن تكلمنا هني انا يمكن قلت هالملاحظه قبل عده سنتين بان جامعه الكويت على هذا المنوال تفتح فروع بالخارج، ليش لا؟ جامعه حكوميه، اخذ النموذج الاسترالي من هذا النموذج الاداري. بس تصنيفه ضعيف دكتور، انا ما بيهاجم هاجم الجامعه، بس تصنيف الجامعه على مستوى الجامعات العالميه ضعيف. انت ما راح تقبل ان انك تفتح عندهم الا اذا وصلت الى هذا التصنيف. هل انت لا تملك انك ترفع من هذا؟ طبعا تملك، ولكن انت بحاجه الى اقرار هذه القوانين. اليوم الانبوتس او المدخلات بالعمليه الاداريه تغيرت. يعني عندك انت المعلومات اصبحت مصدر قوه، الانفورميشن. عندك الشيء الثاني من الريسورسز، تكنولوجيا. في دول لا تملك هذا المورد، ما عندها، احنا نملكه، واحنا من اوائل الدول اللي اقرت التكنولوجيا مؤسساتنا الحكوميه. بعدين لما ننظر الخطه مره اخرى، ترى احنا لا ننسى التاريخ، بالقرن السابع عشر، عشان زملائنا في قسم التاريخ، ما السابع عشر الكويت كانت محطه بريد واتصال، كانت الموانئ تشغلك بالنقل البحري اللي اليوم نبي الناس تستوعبه. هذا تاريخنا، احنا كنا محطه ملتقى للحضارات. فشلون ينتقل البريد عندنا بعد هواجس امنيه في مناطق المجاوره للكويت انذاك، وتتحمل الكويت محطات البريد بين الكويت وحلب وغيرها؟ شلون الكويت يكون عندها أفضل ميناء وتستطيع أن تتفوق في النقل البحري؟ فهذا يعطيها عبء أكبر، أن إحنا من تاريخنا عرفنا بهذا الشيء. فالمفروض أن الحين إحنا، وهذا شيء يضيف إلى أن يحفز المواطن أن يكون جزء من عملية التغيير. فعودة إلى هذه النقاط الرئيسية، هل هذه النقاط مهمة أن اليوم أبتدي فيها ولا أخليها كنتاج للخطة؟ لا، أبتدي فيها من اليوم. وسمو رئيس الوزراء يعني بشكل جيد اليوم بدأ يفتح ملفات الفساد، وبدأ يحفز المؤسسات أنها تتعامل معه. فأنا أعتقد بأن هذه الاستراتيجيات الجزئية اليوم تسير بشكل رئيسي نحو جميل. تنفيذ خطة النهائية. أنا قبل لا أنتقل دكتور إذا سمحت إلى أيضا إلى تقرير، مقدمة تقرير، ودي أركز على مجموعة أيضا من النقاط المهمة. التعليم، يعني إحنا اليوم في الكويت صرفنا مليارات على خطة التنمية، لكن بسألك سؤال دكتور، واقع التعليم في الكويت هل أنت حط بالمجموعة المرتكزات السبعة؟ أعتقد التنمية البشرية، الإنسان الكويتي، ما يتعلق بالتعليم، هل التعليم قادر في الكويت على مواجهة هذا التحدي التنموي؟ أنا ودي أسمع إجابتك دكتور، لكن بعد مقدمتي للتقرير اللي يخلط البعض بين رؤية الكويت جديدة و35 وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، دعونا نستوضح المقاربة بينهما من خلال هذا التقرير، وأيضا بعد التقرير يوضح الدكتور خالد المهدي هذا الخلط، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ جهود حثيثة تبذلها دولة الكويت في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة تحت عنوان أجندة 2030، حيث يعتبر موضوع التنمية المستدامة ثقافياً واجتماعياً قبل أن يكون اقتصادياً، وهو ما يتطلب فكراً مجتمعياً يتيح لها الاستدامة. وبالتوازي تسير خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، ويجري العمل في الوقت الحاضر على حشد كافة الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية. وقد تم موائمة أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الخطة الإنمائية للدولة،
كون الأخيرة صدرت قبل خطة 2030، وتم تحديد 7 ركائز للتنمية في إطار حملة كويت جديدة من الخطة السنوية 2017-2018 بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 2035. كما تم إنشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط من أجل التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الإنمائية. بين رؤية ورسالة وهدف، تتحول الخطط التنموية إلى واقع ملموس. وبين تحول اقتصادي وتطوير تنموي وتخطيط استراتيجي، تنطلق دولة الكويت إلى المستقبل ليتحقق شعار كويت جديدة. حياكم الله معنا من جديد. عود إلى الدكتور خالد مهدي ودكتور ندى المطوع. دكتور، الكويت معتمدة على اقتصاد واحد، 93% من اقتصاد الكويت اقتصاد نفطي، وأنت أخبر مني في هالمجال. صحيح. الدول دائما تستخرج الثروة من باطن الأرض أو من الجباية، هي أيضا الطريقة الضرائبية. هل إحنا في الكويت أمام خطة تنمية في المستقبل القريب سنقر ضرائب المواطنين؟ قبل لا نسأل السؤال هذا، احنا نسأل ما هي مقومات الإيرادات في الدولة، واحنا نتكلم هنا على المؤسسات في أي دولة في دول العالم. في عدة أمور نرتكز لها وبعدين نتكلم عن الكويت بصورة على وجه الخصوص. في البداية عندما نسأل ما هي إيرادات الدول، إيرادات الدول عادة تأتي من أمرين مهمين جدا، إما من الموارد الطبيعية التي الدولة تمتلكها وعملية استغلال هذه الموارد الطبيعية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، من بعض الاستثمارات اللي تقوم الدولة فيها وفقا لمواردها الطبيعية. والأمر الثالث هو النظام الضرائبي الذي يكون جزء من إيرادات الدولة. الضرائب غير الضريبة طبعاً. يلك. أكو في نظام ضريبي وأكو ضريبة. والضريبة تأخذ عدة أنواع. يعني لما واحد يتكلم بالضريبة يعتقد أن هناك شكل واحد من الضرائب. يعني مثلاً واحدة من الضرائب اللي لا يختلف عليها اثنان واللي هي أصلاً محور نقاش مهم جداً، تسمى السنتاكس، اللي هي الضرائب المتعلقة في الزجاير والمشروبات الطاقة وغيرها من المشروب. هذه الضرائب اللي على هذه النوع من المنتجات وغيرها، أو المنتجات اللوكسجري على سبيل المثال، أو نتكلم على مجموعة من المنتجات اللي تسمى تأخذ عليهم ضريبة من الضرائب. أيضا هناك ضرائب أخرى متعلقة بالقيمة المضافة، هناك ضرائب متعلقة بالإنكم اللي هو العائد اللي راجع من الأعمال الاقتصادية من التجارة. أيضا هناك ضرائب متعلقة في الدخل. فإحنا دائما الكلام اللي يدور في عند المواطنين الضرائب المتعلقة بالدخل. زين، إذا أنا عندي 90% من الكويتيين أصلا وين يعملون؟ في القطاع الحكومي. في القطاع الحكومي. فأنت لما تبتاخذ ضريبة من عنده يعني. لا، أنت دكتور الحين جبني، إحنا مقبلين على 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 لا، نظام ضرائبي أكيد وفق خطة التنمية، وفق لخطة التنمية وسياسات خطة التنمية. وهذا كلام وكلامي، كلام الخطة الإنمائية الثانية اللي أقرها مجلس الأمة. جميل. فيها مجموعة من السياسات المتعلقة في تنويع مصادر الدخل والإيرادات في الدولة، وأحدها إعادة تسعير الخدمات اللي تقدمها الدولة ووجود نظام يعني ضرائب على تحسين جودة خدمات موجودة تخدمها الدولة. هذه النقطة الأساسية. لماذا الدول تأخذ ضرائب؟ هالسؤال يطرح نفسه. من أجل تحسين الخدمات تقدمها وتكون إيرادات، فتخفف الضغط على الموارد الطبيعية اللي تمتلكها الدولة، وهذه هي موازنة. أنت جاوبني على أهم سؤال دكتور الآن يعني في الحلقة. أهم أيضا يعني الدولة تعطي أيضا تأخذ، لكن أيضا انتقل الدكتورة، الوقت جدا يداهمني دكتورة. يعني قبل أيام كان في زيارة لمعالي نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى الصين، وأيضا شكل مجموعة من اللقاءات المهمة مع القيادات الصينية. كيف قرأتي؟ وأيضا لقاء كان مع التلفزيون الصيني. صحيح، وكنت عنها مقالة، بس إذا بعلق على
التعليم بشكل سريع ان احنا محتاجين الى التعليم الفوكيشنال وهو لسنا بحاجه الى منظرين انما بحاجه الى التعليم التطبيقي والتدريب الى خريجين مستعدين للعمل وليس منظرين، فعدد اقل من المنظرين والتعليم التقليدي وعدد اكبر من التطبيقي او التدريبي الميداني. بالنسبة لمقابلة الشيخ ناصر صباح الأحمد، أنا كان لافت للنظر هو التطرق لدول الخليج، فهذا يعني بأن هناك مظلة خليجية داعمة لتنفيذ عملية التنمية وتنفيذ الخطة التنموية. بعد قراءتي لهذا اللقاء وكتبت عنه، أخذت منه النهج الخليجي الدبلوماسي وقلت فعلا هذا داعم للخطة، فوجدت أن هناك تصريحات من دول الخليج، أولا استخدام كلمة حرير الآن بدأت تستخدمها دولة الإمارات بأن إحنا لدينا توجه لتطبيق أو لإنشاء مدينة حرير، فهذا يعطيك مؤثر في هذه المنطقة لهذا الفكر. الشيء الثاني بأن الخطط التنموية بدأت تتقارب باستراتيجياتها، فهل يصبح الحوار التنموي هو الحوار الخليجي هو الحوار الجاذب مستقبلا لإعادة مظلة الأمان؟ أنا أتمنى أعتقد بهذا الشيء وأتمنى موقع أن الكويت سيربط الشرق مع الغرب. أكيد موقع الكويت مستفيدين استراتيجية. الجوار الإقليمي كله مستفيد. علاقاتنا الثنائية الآن أصبحت واضحة مع كل هذه الدول. المظلة دكتورة مطلوبة. الوقت يداهمني دكتور، أنا يعني مجموعة من النقاط مهمة، يعني ما الوقت ما كفانا، دائما الوقت يضايقنا، لكن حتى على ثلاث مقابلات وياك وكل مرة تقولي الوقت يداهم ما في شك، احنا محدودين في الوقت دكتور، لكن أخذين وكالتك باختصار شديد حتى نجمل أو نجمل الحلقة اليوم، أهم إنجاز في الخطة التنموية، أهم إنجاز في الخطة التنموية لم يأتي بعد، اللي هو لا بعد أن إحنا أهم إنجاز أن المواطن الكويتي عندما يقوم بأعماله وينتهي بطريقة إلكترونية ورقمية من غير ما يروح يتبهذل في إجراء معاملاته اليومية، عندما يحدث هذا الإنجاز نقول إحنا بدأنا بالفعل أن نقطف ثمار الخطة التنموية. عندما يكون المواطن يخلص جميع المعاملات التي يحتاجها سواء في الدوائر الحكومية، علاقاته في التجارية، في علاقاته مع الدولة، الديجيتال جوفرمنت اللي احنا نسميه الحكومة الرقمية اللي هي جزء أساسي فيما يسمى بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الموجه نحو. جميل دكتورة، قبل أختي أبي منك 10 ثواني لو سمحتي، هل نحن قريبين من الكويت مركز مالي اقتصادي عالمي؟ أنا أعتقد بالاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها اليوم نستطيع أن نصبح أكثر، نملك كل ما هناك لهذا التحقيق، فقط محتاجين إلى نهج إداري سليم. ومثل ما تفضل الدكتور أن لم يتم الإنجاز حتى الآن، حتى الحكومة هو قاعد يقول لنا يبوني على أن أكلمكم حق الوقت ما كفاية إحنا بالناديك الحكومة الذكية. نعم نملك ما نستطيع به تحقيق. دكتورة شكرا جزيلا لك، والدكتور أيضا خالد مهدي أثريتنا، وكنت أيضا كعددك دكتور تعطي أيضا معلومات وإيحات ومكاشفة ومصارحة مهمة. إذا نتمنى أيضا نجاح الخطة التنموية التي يقودها أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء وأيضا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كل الشكر والتقدير للدكتور خالد مهدي أيضا والدكتورة ندى المطوع. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع ضيوف جدد وصانع للقرار في دولة الكويت الحبيبة. نلقى. مشكور دكتور، يعطيك العافية.